معلوم أنه مصر عم بتعاني حالياً من واحد من أعلى معدلات التضخم بالعالم بعد ما فقد السعر الرسمي للجنيه نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس 2022، وفي خطوة لمواجهة أثار ذلك والتخفيف عن كاهل المواطنين أعلن وزير المالية رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتصل إلى 529.7 مليار جنيه، بما يمكن الدولة من التوسع بشبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للأسر الأولى بالرعاية بشكل يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة. هذه الخطوة سيتم بموجبها تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية، وستقدم الدولة أيضا دعما للمواد البترولية بقيمة 119.4 مليار جنيه. هالخطوة لقت ردود فعل من المصريين المعنيين مباشرة بالموضوع، وهشيرة صدني على مواقع التواصل الاجتماعي، ومما نقرأ لكم: علي القصير حاول يفسر أسباب الأزمة يلي بتحاول مصر الخروج منها، وكتب على الفيسبوك وقال: الموجة التضخمية العالمية لم يتأثر بها إلا الدول يلي فيها ميزان الصادرات أقل من الواردات، بالدليل دول الخليج الأمور تمام ما فيش تضخم. محمد صابر من دوره رأى أنه مختلف الحل في مصر، وقال: حل مصر الوحيد ربط الجنيه بالذهب والتخلي عن الدولار. أما عمرو هجرس فتساءل وكتب: هل تم الأخذ بالاعتبار انخفاض قيمة الجنيه بنسبة أكثر من 100% من قيمته خلال العام الماضي، واللي بيعني بالضرورة انخفاض الدعم فعليا وليس العكس. أما للحديث عن هذا القرار معنا من القاهرة محمود العسقلاني، رئيس جمعية حماية المستهلك ومواطنون ضد الغداء. حدثنا عن كيفية استفادة المواطن العادي من هذا القرار. أولا خليني أقول لك إنه المواطن العادي، إحنا عندنا ما يقترب من 3 مليون إنسان، 3 مليون مواطن بيستفيدوا من معاش تكافل وكرامة. عندنا على الجانب الآخر الدعم للرغيف العيش، رغيف العيش ما زال حتى الآن عندنا بخمسة قروش، وهو رقم متدني جدا، نظيره في القطاع الخاص باثنين جنيه مش بخمسة سنة، خمس قروش يعني رقم ضئيل جدا، يعني بعيد تماما عن يعني أي حاجة خاصة بالتكلفة الخاصة برغيف العيش. الدولة بتحاول بشكل أو بآخر إنها تعمل مظلة حماية اجتماعية أو شبكة أمان اجتماعي، لأنه أي تحرك في الاقتصاد الحر بيتوازى بالضرورة أو بيحدث عقبه مباشرة قسوة فيما يتعلق بالفقراء، الفقراء بيتعرضوا لأزمات عنيفة جدا، وبالتالي كان لازم الدولة تدخل عشان تعمل مظلة حماية اجتماعية تهدي بيها الأوضاع من الناحية الاجتماعية. تماما، هذا التدخل في هذا القرار، متى تنعكس نتائج هذا القرار إيجابا على حياة الأسر الأكثر احتياجا بنظرك؟ هو طبعا بالتأكيد حتنعكس خلال المرحلة اللي جاية دي، ما يتم ضخه من أموال في منظومة الحماية الاجتماعية خلال المرحلة القادمة هيكون له نتائج إيجابية على المواطن الفقير، المواطن اللي يعني الحد الأدنى بتاعه رغيف العيش، يعني أنت عارف رغيف العيش ده بالنسبة للمواطن المصري يعني دايما أقول لك أكل عيش طبعا، عيش يعني كلمة العيش بتستخدم استخدامات كتيرة جدا، لأنه بيعتمد عليه المواطن المصري، ممكن بشوية ملح بطاطساية طبطماية يأكل، وبالتالي الدولة بتحاول تأمن هذا الفقير خلال المرحلة اللي جاية، لأنه فعلا في قسوة. الظروف العالمية فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي عندنا والتحولات الاقتصادية للاقتصاد الحر وصندوق النقد الدولي، كل دي حاجات عاملة أعباء على الأسرة المصرية بشكل عام وبخاصة الفقراء. أنا عايز أقولك طرفة جميلة جدا، ابن أخويا جاي ياخد مني العيدية امبارح، فبيقول لي بقول له العيدية السنة دي كام يا محمد؟ قال لي خلي بالك احنا التعويم الثالث عدى وداخلين على التعويم الرابع، لازم يا عم ترفع العيدية شوية، يعني لازم الحكاية المهم والمفروض تزود العيدية. المهم طمني، رفعت له العيدية ولا لا؟ زودت العيدية ولا لا؟ العيدية الى ضعف ما كان يحدث السنة اللي عدت. طب تمام، هو المستفيد اليوم. قال لي ما ينفعش. الفكرة العامة الدولة بتحاول تعمل ده، واحنا بأمانة كمجتمع مدني بنحاول يعني نحط ايدينا في ظهر الدولة المصرية عشان تعدي من ازماتها، لانه احنا شايفين العالم العربي من حوالينا، وديك شايف ازمة السودان الاخيرة،
وسوريا وليبيا، احنا محاطين بحزمه من التوترات الاقليميه من الممكن ان تؤثر على المجتمع المصري، لكن الحمد لله ما زالت مصر حاضنه لهذه الدول، حاضنه لاخواننا. احنا النهارده بنستقبل من السودان اخواننا طبعا اللي بينزحوا نتيجه الحرب الاهليه الدائره هناك. لا شك انه مصر يعني اليوم هم الاول والاخير هي راحه الشعب وتامين مثل ما حضرتك قلت العيش اللي هو ابسط حقوق المواطن، وبيظل هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي عم بيعاني منها العالم كله تحديدا، فهو مصر ان شاء الله بتعدي هذه الازمه. ولكن سؤال اخير، هل اقرار مثل هذا الرفع يعني انه التضخم سيكون دائما ام انه العمل سيكون جنبا الى جنب مع العمل لإعادته إلى مستويات سابقة أقل؟ خليني أقول لك برضو أنه المرحلة اللي عدت شهدت محاولة من الدولة لأنها تسيطر على حالة التضخم اللي موجودة. في كان تضخم مرعب، أنا ما كنتش متخيل أبدا، يعني لك أن تتخيل إحنا كنا بنبيع كيلو اللحم السوداني في مثل هذا التوقيت من العام الماضي ب 90 جنيه، النهاردة بيبيعوا في مصر بأكثر من 200 جنيه، وبالتالي تضخم بشع جدا ورهيب جدا. الدولة حاولت تعمل ده، تواجه هذا التضخم بالتوازي مع الشغل الاجتماعي اللي بيحدث، عملت أسواق الخير، عملت معارض أهل رمضان قبل رمضان بثلاث شهور تقريبا، كل ده كان من شأنه أنه يعمل محاولة لأن الدولة توجد ما يسمى بالتاجر المرجح اللي يمكن أن يحدث الفرق إذا ما نزل في السوق بسعر أقل من القطاع الخاص. وبالتالي كان في محاولة من الدولة، كان في محاولة من المجتمع المدني، كان في محاولة من كل البلد عشان نعدي من الأزمة، لأنه مصر إقليم القاعدة ولا يجب أن يحدث فيها توتر اجتماعي، وبالتالي إحنا كلنا بنساعد بشكل أو بآخر عشان نحافظ على استقرار طبعا الأزمة. الله يحمي مصر وشعبه. من القاهرة محمود العسقلاني رئيس جمعية حماية المستهلك ومواطنون ضد الغلاء، شكرا لك.